حد خالص ما بيغلطش، وممكن تقعي في الغلطه مره واثنين وثلاثه، فليه هو يعني محظور عليه انه يغلط؟ هيغلط، انا هبدا احط في نفسي انه هل من حقه، اول سؤال هينط في دماغي اول ما اشوفه جايب المصيبه، اهدى كده واعد من 10 لواحد بهدوء، وبعد كده اقول لنفسي هل هو من حقه يغلط ولا لا؟ طيب تمام؟ هو من حقه يغلط، من حقه يغلط. نرجع بقى تاني نقول لنفسنا طيب انا المفروض وايه واجبي تجاهه؟ اني اقاوم الغلط. طب ما انت قومتي مره واثنين، ما لازم الاحباطات تبتدي تروح، ما انت قومتي مره واثنين وعشره، وايه يعني وانا عايشه في الدنيا ليه؟ طول ما ربنا مديني النفس انا موجوده علشان كده. طيب خلاص نرجع بقى بعد كده هتسالي نفسك طب انا هقاوم الغلط ده ازاي؟ بصي كل ده والمصيبه قايمه قدامك وانت عايزه تقومي كده. بس انا هقدر اخد نفس كده واقعد اعمل واحد اثنين ثلاثه؟ احكي لك موقف حالا لسه حاصل قبل ما اجيلك. ابني عنده 3 سنين مسك بكره المناديل وقطعها في كل حته في البيت، بعد ما نظفنا وظبطنا البيت والبيت بقى زي الفل، خلاص بقى وانا هلبس وهاجي ويعني خلاص الموضوع انتهى. يعني انا لو ما كنتش مدربه نفسي من زمان اعتقد ان انا كان ممكن هزعق. يعني لا، وفي ناس مجانين ممكن تضرب كمان طفل عنده 3 سنين عادي، يعني في ناس فعلا بتفقد اعصابها للدرجات دي. انا لقيت نفسي بعد تدريب، انا بديكم انه بعد التدريب هتلاقي ده اوتوماتيك بيحصل، ان انا لا انا هاديه جدا وخلاص بلم المناديل وبقول له انا زعلانه منك وانا تعبانه، وكل ما اجي الم منديل اقول له ضهري وجعني، بص انا ايدي وجعتني، عنده 3 سنين هيبقى عماله اقول له كده. وهو على فكره اتبعت الاسلوب ده مع ال3 سنين ومع ال16 النهارده الحمد لله، يعني بيشارك في كل حاجه وبيساعد في كل حاجه وبيسمع وبيكرر الكلام ده لاخواته. فحسيت ان حتى لو ما شفتش النتيجه الفوريه النهارده انا هشوفها بعد 16 سنه. بعد 16 سنه؟ يعني لا هشوفها في ابني. امل يا فاطمه النهارده. لا يعني هشوفها في ابني الكبير يعني، فاهماني؟ عايزه اقول للناس لازم والله بجد لازم تركزوا مع نفسكم في وقت الغضب، لان يعني هو ده الوقت اللي ساعتها هتقرري انك هتعاملي ابنك ازاي. طيب انا دلوقتي شفت الخطأ وقلت وامنت ان هو المفروض يغضب. امنت ان هو صدقت وامنت وجربت كذا مره ان انا اصلح الغلط. لا كلمتي نفسك وقلت لها هو انا ازاي هقاوم الغلط ده؟ وبعد كده بقى رحتي قايله لنفسك هل الطريقه المناسبه لتقويم الغلط دلوقتي ان انا اقوم بالعصايه بتاعت المشى وكسر دماغه؟ او بالشبشب؟ اكيد اكيد مش هي الطريقه، اكيد مش هو ده اللي هيجيب الحل، اكيد مش دي الطريقه. طيب امال ايه الطريقه؟ وابتدي بقى انفذ الطرق اللي ممكن الناس تعلمها لي اللي هم المختصين بالتربيه. ده على كل الاعمار؟ ده بصي مش على كل الاعمار، ده مع جوزي. يعني مش على كل الاعمار، مع كل الناس، مرة مع صحابي، مع كل الناس. مع انت عايزه تزيدي غضبك في اي مرحله لابد ان انت تسالي نفسك الاسئله دي. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا التمس لاخيك 70 عذرا، هو 70 عذر كده، انه فكري هو ممكن يكون عمل ده ليه؟ ده ممكن يكون عشان كذا، ممكن عشان كده، حد 70. انت واخده بالك؟ فهو سبحان الله. أنا يعني اصلا كنت عايزه اقول لك ان كل ما بنشوف حاجات من العلوم الحديثة بنلاقي ان هي برضو بترجع للدين، لانه من اهم حاجات توصلنا بيها ان احنا نبقى نهدف الغضب ده، ما ناخدش اي قرار. يعني امتى اصلا بناخد حسنات؟ لما